أخبار اليوم. الرجالة دي موجودة عشان تحافظ على بلادها مصر. ما يكونش عندكم شك أبدا من الدور ده. إحنا مطمئنين بالقوات المسلحة بأداء رجالها قيادتها ضباط صف جنود كل فرد داخل القوات المسلحة بيقوم بالدور ده. إحنا مطمئنين كويس قوي. وعايزين بقى كمان نطمن أهلنا المصريين من اطمئنوا تماما. طيب فالرسالة الأولانية إن إحنا بنطمن كل المصريين على إن الأمور كلمة تحت السيطرة مش كفاية. إن أنا أقول إن الأمور تحت السيطرة مش كفاية. لا، الأمور مستقرة تماما. وأنا يمكن في النقطة دي هتوقف قدامها وأشرح شوية. كان في مناسبة ممكن نربط بيها الأحداث اللي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية. يعني هنشوف حادث استهداف النائب العام دي كانت رسالة الهدف منها في الوقت ده انه بيتقال ان الشعب المصري اللي خرج في 30/6 عشان يؤكد لحضارته لعظمته مطالبه هيتم استهداف النائب العام اللي يمثل الشعب المصري محامي الشعب المصري. احنا بنستهدفه هو اهل الشر بيستهدفوا النائب العام عشان يقولوا المصريين في يوم 30/6 من سنتين انتوا اتحركتوا، احنا النهارده بنتحرك وبنقفل بنكتم صوتكم. دي كانت الرسالة الأولانية. الرسالة الثانية اللي احنا شفناها خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا بيتقال ايه؟ انتوا في 3/7 اتحركتم وغيرتم نظام ديني فاشل. طب احنا بقى يوم 2/3/7 اللي جايين بعد سنتين بنعلن، خلي بالكم، بنعلن ان في ولايه اسلاميه بمفهومهم، يعني ولايه اسلاميه في سيناء. يعني احنا هننفذ ده بالايه؟ حد يقول لي هننفذ ده بالايه؟ بالقوه. ده الرساله ببساطه خالص كده، دي الرساله اللي بتتقدم لينا. واللي ممكن شعب مصر يكون فاهمها وتلقاها كويس، لكن عايز اقول للمصريين سينا اللي احنا موجودين على عرضها 60,000 كيلومتر مربع. 60,000 كيلومتر مربع. رفح والشرزوان والعريش يمثلوا قد ايه؟ ولا يمثلوا حتى 5% من مساحتها. والشيخ زويد اللي كان بيتعمل فيها الشغل ده كله ورفح اللي بيتعمل فيها الشغل ده كله ما يمثلوا من سينا 1 أو 2%. انما هو المعنى، الرساله اللي كان مقصود انها توصل للناس. فتركب الترتيب، والترتيب ما كانش بس ترتيب بالمناسبه ترتيب جوه سينا. لا، لو شفتوا الاخراج بتاع الموضوع، اخراج الموضوع ده تم اخراجه ازاي؟ خلاص دلوقتي انتوا شفتوا كل حاجه وشفتوا وسمعتوا كل حاجه، اعلام الداخل او اعلام الخارج بشكل او باخر
ساهم في انه يطلع الصوره دي بالشكل ده. حاجه متنظمه ومترتبه بشكل جيد لازم تنتبهوا لكده. هما عارفين ان الجيش المصري جيش عنده مبادئ وقيم وحريص جدا على ارواح الابرياء، ودي بقولها وانتوا يمكن الجيش عارف ده كويس وبيعمله، لكن انا بقولها كمان للمصريين وللعالم كله. اللي لو ما كناش احنا كقوات مسلحه بنراعي القيم والمبادئ دي، كان ممكن قوي اي حد في اي مساحه يتم تدميره باللي عليكم، لكن ده ما بيحصلش. ليه ما بيحصلش؟ لان احنا بنبقى حريصين على ان، او الجيش بمبادئه وقيمه حريص على ان هو ما بقاش فيه استهداف للمدنيين، وده امر انا باكده عليكم تاني وتالت ورابع، ان احنا رغم كل اللي بيحصل احنا لازم نصر على انه دايما المبادئ والقيم الرفيعه للجيش في ان هو يحافظ على الشعب المصري في ظل ظروف صعبه. انا طبعا قبل ما اتكلم معاكم الحقيقه يمكن يعني الساعة 7 يوم الأربعاء أنا كان عندي خبر بالتليفون على طول بالموقف وتطوراته هنا، ولغاية ما خلص الموضوع وإحنا متابعين الموقف وأنا كنت مطمن الحقيقة، مطمن كويس قوي يعني، وعارف إن الموضوع ده لا يشكل بالنسبة لكم حدث كبير قوي هيتم تصفيته والتعامل معاه بما ينبغي يعني. والحقيقه كان على اخر النهار زي ما انتم شفتوا الامر كان واضح ازاي، وتم فعلا التعامل مع الهجمات ديت والتخطيط ده بالشكل الرائع المناسب القوي المخطط. صحيح سقط مننا شهداء وكمان مصابين، صحيح، بس دي المهمة الوطنية، المهمة الشريفة، المهمة المخلصة اللي بيقوم بيها الجيش لحماية أرضه وشعبه، ولا يمكن ابدا المهمه دي هيتم تنفيذها الا بثمن. الثمن ده بيقدمه كل بيت مصري. البيت المصري بيقدم ضابط او ضابط صف او جندي موجود هنا، موجود في كل حته في مصر عشان خاطر، فالشعب المصري من خلالكم بيقدم ثمن الدفاع والحماية والحفاظ على بلدنا. وعشان كده أنا مش بس التحية اللي أنا قدمتها في الأول للجيش وكمان للشهداء والمصابين، لا أنا اسمحوا لي إن أنا أوجه كمان كل التعازي باسم مصر وباسمكم جميعا وباسمي انا شخصيا لكل بيت مصري قدم شهيد او قدم مصاب. بقول ده ثمن بيتم تقديمه من جانب الشعب المصري للحفاظ على مصر. وعشان كده احنا كنا النهارده قاعدين بعد الموضوع ده ما اتصفى تماما، وبقول للمصريين انتوا ما تتصوروش حجم الخسائر
ان ابنائكم ابناء الجيش ولادكم اللي انتم علمتوهم وجهزتوهم وقدمتوهم ما تعرفوش حجم الخسائر اللي غير متصور في اهل الشر اللي كانوا عانوا بالعمل ده الاربع اللي فاتوا. فعلا مش اقل من 200 فرد. انا كلمتكم عن الحكايه كانت معموله ليه عشان نعدي الايام اللي فاتت ديت بالظروف ديت بالطريقه ديت ويخلي المصريين ما يشعروش بقيمه وقوه اللي تم تنفيذه في 30/6 وفي 3/7. ده ببساطه كده. ونقول ان بالقوه هنستطيع ان احنا نحقق. وانا بقول لهم ان شاء الله لا يمكن حد هيستطيع انه يفرض على المصريين حاجه هم مش عايزينها. طول ما الجيش المصري موجود محدش هيقدر يعمل حاجة ويروع المصريين ويقهر إرادتهم. قبل ما ينخش على المصريين، أنا قلت الكلام ده قبل كده، يبقى يعدي علينا إحنا الأول، يعدي على أولاد مصر اللي واقفين قدامي دول وقاعدين قدامي دول دلوقتي. يعدي عليهم يعني إيه؟ يعني